إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. يتردد العباد بين فضله وعدله، بين رحمته وحكمته، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هو سبحانه الذي هدانا من ضلالة، وعلمنا من جهالة، وكسانا من عري، وسقانا من ظمأ، وأطعمنا من جوع، وآمننا من خوف. فاللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، إليك يرجع الأمر كله، أنت ربنا ورب الطيبين. ثم نصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في الدنيا من أتباع سنته، وأن نعيش نصرة لدعوته، وأن يكرمنا بأن نموت على ملته، وأن نبعث مرزوقين بشفاعته، وفي الجنة أن نكون من أهل رفقته، اللهم آمين. أيها الإخوة الكرماء الصلحاء، في هذه الخطبة أقف عند إحدى القصص القرآنية التي ذكرها الله عز وجل أنموذجا للسائرين وتربية للنفس والمجتمع. قصة من القصص جاء القرآن يقرر فيها جملة من القواعد، كنت قد ذكرتها في غير موضع بحسب السياق الذي وردت فيه بإطلال عاجل، ثم رأيت أن أقف عندها وأن آخذ عددا جيدا من الدروس المستفادة منها، لا سيما مما يناسب الواقع الذي نعيش أيها الإخوة الكرام. هي قصة طعمة ابن أبيرق. هذا الرجل من الأنصار، من بني ظفر. هذا له قصة، حادث مهم كان له تأثير مباشر في تربية المجتمع، وأعرض قصته بإيجاز وكيف عالج القرآن الموضوع. وفي الخطبة الثانية نتوقف عند جملة من الدروس والعبر بإذن الله تعالى. تبدأ القصة أيها الإخوة أن رجلا كان جارا لهذا الذي نذكره وهو طعمة، اسمه قتادة بن النعمان. جاء طعمة فسرق منه درعا، هذه الدرع كانت في جراب من دقيق من طحين، ولم ينتبه طعمة أن في هذا الجراب خرقا، فلما أخذ الدرع أخذ الطحين ينتثر من هذا الخرق، وحتى يعمي فلا يهتدى إليه ذهب إلى جار يهودي وخبأ هذه الدرع عنده. هذا الجار اليهودي اسمه زيد بن السمين. إذا أشخاص القصة ثلاثة: السارق طعمة ابن أبيرق، المسروق منه رجل مسلم قتادة ابن النعمان، الذي جعلت هذه العين المسروقة عنده يهودي اسمه زيد بن السمين. في الصباح استيقظ قتادة، لم يجد الدرع، أخذ يبحث عنها فاكتشف السرقة، فبدأ يمشي من أثر الطحين إلى أن وصل إلى بيت اليهودي.
قال له أخرج الدرع. فحلف بالله أنه لم يسرق، وأن الذي جعلها عنده هو طعمة. فذهب إلى طعمة، وإذ بطعمة يحلف بالله أنه ما سرق. شهد أناس من اليهود أن طعمة أعطى الدرع لزيد بن السمين، وأصبح الأمر بشدة. فالمتهم هنا الآن طعمة، رجل مسلم من الأنصار من بني ظفر، وصار العراق الآن مع اليهود. فعند ذلك جاء جمع من هذه القبيلة من هذه الناحية من الأنصار، فاجتمعوا وقرروا أن يذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام لينقذ ولدهم من هذا الاتهام. كالذي نرى الآن عائلة سرق فيها رجل، فيصبح هناك تعيير بالعائلة كاملة، وسيأتي القرآن يعالج هذا. فعند ذلك وصلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل يعني أن يبرئ هذا المسلم، لأن الأمر يا أخواننا حتى نقرأ القصة في سياقها، القصة الآن ليست مجرد سرقة، هذه السرقة يمكن أن تحصل في أي مجتمع، الأمر عادي بسيط، لكن تفاصيل القصة ومعطياتها وظروفها هي التي تجعل الأمر بشدة. من الذي سرق؟ رجل مسلم من فريق الحق. الآن هناك عراق، جاء النبي عليه الصلاة والسلام برسالة الإسلام، فالمفترض في المسلم أن يكون قدوة، أن يكون أنموذجا لرسالة الحق. ونحن نقول إن اليهود كفار، واليهودي هنا بريء والسارق مسلم، لن توظف القصة في صالح المسلمين، ستكون هناك زوبعة إعلامية ولغط مجتمعي شديد. قيل وقال رجل الذين يقولون إنهم على الخير وإنهم من أهل الحق يسرقون، والذين نحكم عليهم بالكفر كانوا بريئين. إذا الموضوع إخواننا صعب، كل نفس مسلمة الآن تشتهي أن لو حصلت البراءة ولم تثبت التهمة. فلما وصلوا للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام هو رأس الإسلام الآن، يشتهي أن لو كان المسلم بريئا، لأن هذه القصة لن تكون في صالحنا بادي الرأي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا هذا الجمع زي ما يقولوا جت جاهة هيك، يا رسول الله إحنا الدرع لم توجد عند ولدنا، والعبرة بالظاهر، نحن أين وجدنا الدرع؟ عند اليهودي، ولدنا ينكر ويحلف، إذن يمكن أن نحكم الظاهر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام همه أن يحكم بالظاهر، وكان يحب ذلك، يحب أن تحصل البراءة. في هذه اللحظة يا إخواننا، حتى جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يقطع يد اليهودي زيد بن السمين احتكاما للظاهر، والذي يتهم يقول أحلف بالله ما حصل هذا، وهو طعمة الأنصاري. فهنا نزل القرآن، نزل الوحي يعالج الموقف ويتدخل في هذه القصة التي تبدو عابرة ويمكن أن تحصل في مجتمعاتنا كثيرا. نزلت آيات في سورة النساء، أرجو أن تكون منهجا لنا في أنفسنا وأهلنا ومجتمعاتنا وبلادنا الإسلامية أيها الإخوة. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يعني يا رسول الله لا تكن منحازا للخائنين، والمراد هنا طعمة ومن سيكون على شاكلته، لا تكن منحازا للخائن وتكون خصيما للبراء حتى لو كانوا يهودا. فالإسلام هنا يقرر الحق، يربي المجتمع بهذا الوضوح على الشاشة. خطأ حصل في السر، التربية في السر،
خطأ حصل في العلن، التربية في العلن، وينزل القرآن يدون هذا المعلم أيها الإخوة. ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم. قال المفسرون من الهم الذي حصل من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي لم يذنب ولم يقع، لكن قالوا هذا لعلو مقامه أنه أمر بالاستغفار كما في كثير من الآيات. وبعض المفسرين قال استغفر الله للذين سرقوا، إن الله كان غفورا رحيما، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أسقط الآن الآية على مجتمع يعرف الأشخاص، يعني حين نزلت هذه الآيات كل أفراد المجتمع يعرفون القصة ويعرفون أشخاصها. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. هؤلاء الجمع من عائلة السارق، من قبيلة بني ظفر من الأنصار، كل المجتمع المسلم الآن يسعى ويتحرى، وناس تتناجى وتجلس وتدبر ماذا نقول، كيف نعرض صورتنا في الشاشة، إيش يقولوا عنا الناس. نذهب للنبي عليه الصلاة والسلام لنحفظ وجاهتنا عند الناس، كيف نعير، كيف يتهكم بنا، كيف يقول الناس بنو فلان كان فيهم السارق. هذه الوجاهة التي نريد أن نحفظها لأنفسنا أمام الناس. يأتي القرآن، أنتم الآن تحتفظون ببياض الوجه، تريدون أن تخرجوا في صورة الوضاعة، في صورة البراءة، وتجلسون المجالس وتتناقشون وتقلبون الأقوال، لماذا؟ لتحفظوا وجهتكم. هذا الحال، هذا المشهد، أين أنتم من جهة السماء؟ يعني أنتم تريدون أن تحفظوا وجهتكم أمام الناس ولا تريدون أن تحفظوا وجهتكم أمام الله؟ كيف تكون وجوهكم أمام الله الذي يطلع على ما أنتم عليه، الذي يعلم سركم ونجواكم؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. جهة السماء هي أضعف منطقة لا نكترث بها من أجل أنه نسلم من فضيحة في قصة عابرة وتبقى نفوسنا مشوهة ملطخة بالإثم بيننا وبين الله عز وجل. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، جئتم بهذا الولد، استطعتم أن تبرئوه، أخرجتم رواية مناسبة للمجتمع، وصدقكم الناس، أو حصل لغط ولم تثبت التهمة، وأنقذتم ولدكم، بالفعل نجحتم في ذلك كعائلة، كعائلة، كقبيلة، كحزب، جماعة، بلد. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ مصيرنا أن نقف هناك في ساحة القيامة، هناك عدالة الله عز وجل، يوم تبلى السرائر، يوم يطلع الناس على ما في صدورنا، إلا أن يتغمدنا الله بستره ورحمته. هل تخدمون ابنكم حين تنجوه في الدنيا وتورطوه يوم القيامة؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ هنا يا أخواننا انتهت قاعدة التربية الأولى، ليبدأ العلاج. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. العلاج ليس في ذلك،
ليس في التناجي. العلاج المخطئ يستغفر، ومن يظلم نفسه ومن يفعل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر يجد له غفور رحيم. الباب مفتوح، باب الله لا يغلق مهما عصى الإنسان. إذا كان الله قد خاطب المسرفين، عارفين إيش المسرفين يا إخوان؟ الذين بالغوا في المعصية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا خطاب الله لمسرفي الأمة، فكيف خطابه لمتقيها والذين يخشونه منها؟ أيها الإخوة، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. المخطئ هو بجريرة نفسه يؤاخذ. الجرم لا يعود لبيته ولا لعائلته ولا لقبيلته ولا لحزبه وجماعته. الخطأ يقتصر على المخطئ. لماذا نعمم؟ واحد من عائلتك فعل جرما، ما ذنب بقية العائلة؟ هذا من السفه أن نتهم الجميع لخطأ فرد. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. بالله عليك استشعر شعور اليهودي الذي اتهم وهو يرى القرآن، الله ينزل كلاما ليحفظ له حقه، تربية تحت الشمس على الملأ، لو اتهمت إنسانا بريئا فقد احتملت بهتانا وإثما مبينا ولو كان المتهم صحابيا. المتهم هنا صحابي، رجل مسلم. ولولا فضل الله عليكم، القرآن يا أخوانا يعالج حتى خطرات النفوس. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. الناس الجمع اللي اجتمعوا عشان يرتبوا الموضوع، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ثم جاء القرآن يعرج على مسألة التناجي، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. متى يكون التناجي؟ نتناجى في الخير كمعروف، صدقة، إصلاح. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بقي مشهد مهم يا إخواني، مهم جدا في معرفة القصة، وأحسب أن كثيرا ممن يذكر القصة يسكت عنه، وهو أن هذا الرجل الذي سرق وقد كان صحابيا حين جاءت موعظة الله لم يتعظ فكفر بالله وارتد ولحق بالمشركين بمكة وبقي على الشرك، لم يترب. فقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الخسارة محدودة في طريق القيم وتربية الناس وتربية المجتمع، قد تكون خسائر، لكن هذه الخسارة لا كرامة لأحد في طريق تقرير الحق وإبطال الباطل. لكن المجتمع كله الآن تربى، المجتمع بأسره صار عنده حساسية مفرطة أن يقع في أي ذنب، لأنه يعلم أن الله يربي، وأن الجماعة ولو كان رأسها نبيا لا تغني عن الإنسان شيئا إذا كان على الباطل. أيها الإخوة الكرام، بقي أن أشير يا إخواننا أن هذه القصة بأسرها تتعدد فيها الروايات. ذكرت إحدى أشهر الروايات، لو رجعتم إلى كتب التفسير تجدون تفاصيل كثيرة جدا، لكن المقام لا يكفي لكل ذلك. أقف عند هذا الحد، استغفروا ربكم وتوبوا إليه إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله.
وعلى آله وصحبه ومن ولاه، فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته. نقف أيها الإخوة عند عدد من الدروس بشكل سريع. أول الدروس التي تستفاد من هذه القصة حكمة الله جل وعلا في تقدير الأمور. القصة كانت في ظاهر الأمر شرا، لكنها كانت خيرا، كانت إحدى حلقات تربية المجتمع، والقرآن زاخر بهذا النوع. أيها الإخوة الكرام، كثيرة هي المواقف التي تولى الله فيها تربية المجتمع، فالقرآن مليء بالكنوز. هنا إذا جاءتك مصيبة أو قصة أو شيء تكرهه، فاعلم أن لله حكمة في تقدير الأمور. لا يصدر عن الله إلا خير محض، وليس في الأرض شر محض. نحن في كل جمعة نقرأ قصة موسى والخضر، ونحن نقرأ سورة الكهف. في أشياء لا يمكن أن تحيط بها علما، ولكنها تقع عند الله بالحكمة. أم الغلام الذي قتله الخضر ماتت وهي لا تعلم الحكمة، لكن نحن علمناها بالوحي. لو بقي هذا الغلام حيا لكانت العائلة جميعا في نار جهنم، وبقتله فإن العائلة جميعا في الجنة. هذه المعلومة نحن عرفناها بالوحي، لكن لم يكن سهلا أن تعرفها الأم. هذا الولد لو كبر لكفر وكان سببا في كفر والديه، فالعائلة كلها في النار. بقتله مات قبل سن التكليف وبقي أبواه على الإيمان. بل نحن علمنا أمرا إن هذه الأم أكيد بكت ويعني صاحت ويعني ربما دعت على من قتله وهي لا تعلم من هو. بعد مدة جاءها ولد، هذا الولد كان صالحا وصاحب طهارة وزكاة نفس، وكان يصل الرحم، وكان بارا بوالديه. هي لم تعلم أن هذا بديل عن هذا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هذا كشف لنا، فكل ذلك دال على حكمة الله جل وعلا. الدرس الثاني: حاجة النفس والمجتمع إلى التربية. المجتمع يتربى بالمواقف أكثر مما يتربى بالمواعظ. حين تتجسد الفضائل في مواقف، حين تتجسم الفضائل في أشخاص، هذا أبلغ في التربية. هذه القصص حين تحصل فإنها تربي المجتمع، ونحن في حاجة للتربية. حتى نحن الآن يا إخواننا بين يدي عام دراسي جديد، نحن بحاجة أن نعلم أنفسنا وأن نعلم أولادنا، بحاجة إلى التربية والتعليم كما هو اسم الوزارة، بحاجة إلى هذا وهذا، إلى العلم الذي يملأ العقل، وإلى السلوك الذي يهذب النفس. أيها الإخوة الكرام، الدرس الثالث: مشقة التربية. الوصول إلى الإمامة مر بخطوات. إحنا رأينا الصحابة عمالقة أئمة للعالمين، لكن كيف صاروا أئمة؟ كيف ربهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه المواقف يا إخواننا، مثل هذه القصة وكثير، يعني أنا وقفت على عدد كبير من مثل هذه القصص، شكلت التحصين التربوي العظيم للصحابة، الذي رب الصحابة. كانوا عباد أصنام، كانوا أهل جاهلية، كانوا يفعلون ويفعلون، فصاروا أئمة. كيف صاروا أئمة؟ في خطوات. إحنا دائما على المنابر نركز على المشهد الأخير، لكن كيف صاروا كذلك؟ كيف ربهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر جدير بأن يذكر. أيها الإخوة الكرام، أنت ابنك في البيت قد تتعنى في تربيته، من السهولة نخطب عن تربية الأبناء، لكن أنت تواجه ولدا عنيدا يكذب، تحتاج إلى ترسانة من الحكمة والمواقف حتى تأخذ به إلى سبيل التربية والتهذيب. أيها الإخوة الكرام، الدرس الرابع:
لا تدافع عن الخطأ ولا عن المخطئ، ولو على نفسك، ولو على أهل بيتك، ولو على أهل حزبك وجماعتك. الحق حق ولو كان عند يهودي، والباطل باطل ولو كان عند صحابي. هذا درس عظيم تبثه السورة أيها الإخوة الكرام، تربينا إياه. لا تدافع عن الخطأ، انتسب للحق وتبرأ من الباطل. وهذا لا يغير الشاشة أن الحق حق عند المسلمين ولو كان فيهم من يفعل المعصية، وأن الباطل باطل، اليهود على الباطل ولو كان فيهم بريء. المشهد الأصلي ثابت لا يتغير. الدرس الخامس أيها الإخوة، حين تخطئ أنت أوقف النزيف بالاستغفار والتوبة والتراجع والاعتراف. لا داعي للتمادي في الخطأ. أخطأت في حق إنسان، أخطأت في حق إنسان وكشف، تكلمت في إنسان يجو قال لك والله أنت تحدثت في فلان وقلت كذا وكذا، هنا لا داعي للتسويق، لا داعي لللف والدوران. نعم والله أنا أخطأت وأستغفر الله، وكان البعث كذا وكذا، وأنا والله ما فعلت إلا لكذا وكذا، لكن هذا الخطأ وهذه بوسع الرأس وأستغفر الله وأسفين والسلام عليكم. بكلمات قليلة توقف النزيف، عند ذلك ترجع تائبا معتذرا. قبل الناس أو لم يقبلوا يا أخواننا، لا تحفظ وجهتك في الدنيا بالباطل. الصحابة الذين فعلوا وفعلوا، يعني حتى ممن وقع فيهم شيء من المعصية، الآن هم أئمة عدول بإجماع بل لا تصح عقيدة إنسان إلا هو يشهد للصحابة بالعدالة. هذا باب أصبح من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يضر الأخطاء التي حصلت مهما حصلت. فالعبرة يا أخواننا بالمشهد الأخير. الدرس السادس أيها الإخوة، طريق القيم فيها شيء من الخسائر، طريق القيم فيها شيء من الخسائر. الصحابي هنا كان صحابيا فكفر وارتد. ممكن أنت تنصح إنسانا فيأبى ويعاديك ويتكلم فيك. إذا كنت على أدب وحكمة وحجة وخسرت خلاص لا تبالي. ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، خلاص هذه خسائر طبيعية متوقعة في طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المهم أنك تبتغي بذلك وجه الله وتكون على أدب وحكمة وما إلى ذلك مما ينبغي عند الشرع والفطرة وأهل النهى والعقل أيها الإخوة الكرام. الدرس قبل الأخير يا إخواننا، القصة ترشد إلى حالة التناجي، ضبطها. قد تكون مستشارا لرجل، يأتيك والله زوجتي كذا وكذا، يا شيخ طلقها انت فارقة معاه. قد تتكلم بالكلمة ليست من المعروف، إنما تجاري بها الناس في قصة مشاكل، في قصة أرض، يا شيخ فلان اعمل له كذا، لبس له قضي، اعمل كذا، وقع ورقة، لف دوران وتخرج نفسك بالقانون. قد تتمكن من ذلك، وقد يتمكن. كل مجتمع فيه رجل عنده طيبة، هناك في المقابل من يبتز ومن يفعل ويفعل. قد بالفعل تخرج نفسك في وجاهة أمام الناس، ولن يتمكن أي قاض من قضاة الدنيا أن يثبت عليك شيئا، لكن تبقى هناك. أنت كنت محصور في 10 أشخاص، هناك على رؤوس الخلائق تكون التربية والعقوبة أيها الإخوة الكرام. الدرس الأخير، هذه القصة بأسرها تكشف لنا حاجتنا إلى التربية، والتربية تكون ببابين: القراءة في كتب الرقائق والتربية، وقيام الليل، الصلاة طويلة. لو لم تتمكن في الليل فالمهم في النهار، المهم صلاة طويلة تطيل فيها الركوع وتطيل فيها السجود، وتقرأ في كتب التزكية والرقائق. تقول لي والله أنا لا أحب القراءة، هذا الباب لا يلزم فيه الحب، الحب يأتي. كالذي يقول أنا والله محتاج للدواء لكن لا أحب الدواء، حبك للدواء أو عدم حبك لا يغير من الواقع شيئا. لا بد أن تقرأ وأن تهذب
وأن تتعب على نفسك حتى تضبطها. ويكفي أن تعلم أن القراءة هي أول فرض فرضه الله على الأمة الإسلامية. أول آية في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وجاء ذكر العلم وآلته في أول 5 آيات 6 مرات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. ذكرم الله يتنزل عليك، اقرأ. ربط الله بين فضله وكرمه وبين القراءة، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هذه دروس 8 أيها الإخوة من هذه القصة، بها يتشكل شيء من التربية للنفس والمجتمع. في ختام الخطبة: صلوا وسلموا على من أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة. اللهم احفظ لنا وجاهتنا في الدنيا وعند الموت وفي القيامة يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم يجد كل امرئ عمله أمامه. اللهم إن هذا الجمع الكريم قد اجتمعوا الآن في بيتك بين يديك في هذه الساعة الكريمة من هذا اليوم الكريم، كل يرجو رحمتك ويخشى عذابك. حوائج عبادك في صدورهم منطوية لا يعلم عنها الخطيب. فاللهم أعطي كل من الحاضرين حاجته، وآتي سؤله، وحقق له أمله ورغبته، ويسر له أمره، وبارك له في نفسه وماله وأهل بيته. يقضي عنه الديون وأزل عنه الغموم، عافه من الأدواء والأسقام، ونجه من الهموم والأحزان. بارك له في أمره كله، لا تكله إلى نفسه طرفة عين. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل بيننا خائبا ولا مطرودا. أنزل علينا توفيقك وتقبل منا العمل، واملأ قلوبنا خشية وإجلالا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على محمد. قبل أن نصلي، إخواننا الإخوة في لجنة زكاة السطر والكتيبة يطلبون شيئا من المال الذي آتاكم الله إياه، فأهل الحوائج كثيرة، فأنفقوا ينفق عليكم.